بيكو، ان شاء الله اعتقد ان احنا نعمل كل يوم فيديو قصير جدا، يبقى دقيقتين 3 دقايق نتكلم فيها معلومه جديده عن برج العقرب. معلومه جديده عن برج، والنهارده اخترنا برج العقرب. برج العقرب يا جماعه انا بسميه دايما التقي شر الحليم اذا غضب، يعني هو دايما هتلاقيه بيستحمل وحنين ولطيف ورومانسي وبيهزر ودمه خفيف وتحس انت مبسوط معاه قوي، ويعني ايه، ويعني لما بيحب حد بيبقى مستحمله قوي، بيبقى بيجي على نفسه عشان الشخص اللي بيحبه، لان هو برج جيفر، يعني هو من الابراج اللي انا هسميها برج جيفر، يعني برج معطاء، يعني عنده عطاء في الحب. لما بيكون بيحب حد او لما يكون حد مهم في حياته بيبقى عنده عطاء كده، بيبقى عنده طاقه حب بينشرها. فهو ده برج العقرب. بس وانس ان انت جيت، يعني هو ممكن يعدي لك مره مرتين وثلاثه، شريك جدا، وهيفضل معاك شريك لحد اخر قطره في دمه، ويفضل باقي عليك وفيري بروتكتيف وبيحميك وبيدور اي حاجه تزعلك بيبعد عنها، لان هو لما بيحب حد بروتكتيف، يعني اللي هو بيبقى عايز يحوط عليه. بس وانس ان انت لمست كرامته او عزه نفسه او كبرياءه او اهانته، ساعتها بيبقى غضبه غضب مؤلم، يعني انت هتتألم بعد كده، لان هو هيشيلك من حساباته خالص، هيمسحك من ذاكرته. صحيح ممكن بينه وبين نفسه يبقى متضايق وزعلان بس في مرحله معينه لما يحس ان الشخص اللي معاه ده جرحه، يعني ما اهتمش بيه او ما اهتمش بمشاعره، ساعتها هو بيخلعه من قلبه، بيحدفه ولا بيفتكره اصلا. بالرغم ليه بقى، بس ده مش بيعمله مره واحده، هو بيعمله بعد ما بيديك فرص كتير جدا جدا، وبيديك هنتس ان انا خلاص متضايق، ان انا زعلان. ممكن يكون، والعقرب ما بيبينش ضعفه قدام حد، يعني برج العقرب من الابراج اللي ضعيفه مع نفسها، يعني العقرب ما يحبش يبان ضعيف قدام اي حد، وعشان كده انا بتحدى اي حد من برج العقرب ان ممكن يبقى في موضوع مضايقه وبان قدام الناس قوي وشامخ وجامد، بس بينه وبين نفسه بيعيط، بينه وبين نفسه بيبقى بيدمع بيبكي، علشان هو مش متخيل ان ده حصل فيه مثلا، وما بيهونش عليه الناس، يعني هو بيبقى زعلان ان في حد هان عليه مثلا او ان هو ضايقه. انا يا جماعه بابايا عقرب، بس احكي لكم على حاجه، انا بابايا ما بيتعصبش بسهوله، يعني سهل ان احنا نستفز بابا، يعني ماما مثلا حوت مامتي بتتعصب تجري ورانا في الشقه، اما بابا يعني ما بيتعصبش، مش سهل يتنرفز، ولطيف وجدع وكل حاجه، بس ساعه ما الجنونه بقى بتاعته تطلع ويتعصب احترس فانت في خطر، يعني ممكن يخبطك بحاجه عادي. هو مش عنيف، بس يعني بيبقى بقى ويخاصمنا بقى، افضل اصالحه كده، حتى لو عايز يصالحني بيبقى صعب كده مصالحته. لا لا لا، برج العقرب اتقي شر الحليم اذا غضب، يعني ما تستهونش بالحنيه بتاعته، ما تستهونش بطريقته، لان هو وانس ان هو خلاص قرر خلاص التريك اللي هي التركه بتاعت انا ام دان، هو بيبقى دن خلاص، وفعلا انت مش بتيجي في باله خلاص، يعني هو لو انت كنت مرتبط بيه او سبته او كده، هو بيشيلك من عقله، بيشيلك بينتزعك من قلبه، او ممكن يفتكرك بين كل حين وحين، يعني يحصل موقف يفكره بيك، بس هو ساعتها يبقى حس ان هو اشترى نفسه وانت اللي بعته، مش هو اللي بعك. العقرب انتقامي، ده احنا هنعمل فيديو تاني عن انتقاميه برج العقرب. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، قولولي الكلام ده مظبوط ولا لا.